خلال اتصال هاتفي للرئيس السيسي من الرئيس سيلفا كير، مصر وجنوب السودان يدعوان للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان ويعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة. الجامعة العربية تشدد على أهمية العودة السريعة للمسار السلمي في السودان وتحذر من خطورة التصعيد العنيف. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والانتهاء من مسودتها الأولى مايو المقبل وطرحها للنقاش 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير، تناولت مستجدات الأوضاع في السودان. هذا وأكد رئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين وجها نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، وأكد أن تصاعد العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدهور الوضع، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان. ودعت مصر إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات حفاظا على سلامة واستقرار البلاد وحماية مقدرات الشعب السوداني وطموحات ثورته المجيدة. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها لن تألو جهدا في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة. وشددت مصر على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية في السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه وبما يؤثر على أمن واستقرار وسلامة الشعب السوداني الشقيق. كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الجالية المصرية في السودان وكذلك المنشآت والممتلكات الخاصة بالبعثات الرسمية المصرية. أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان موافقة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع على اقتراح الممثل الخاص للأمين العام للسودان والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد والأمم المتحدة بالالتزام بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية. أجرى وزير خارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بناظره السوداني علي الصادق، تناول التطورات الجارية في السودان. ونقل شكري لناظره السوداني قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، مؤكدا أن الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان. كما تطرق الاتصال لأوضاع الجالية المصرية وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة. كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاقيه، تناول التطورات الجارية في السودان. وخلال الاتصال أحاط وزير الخارجية رئيس المفوضية الأفريقية بالجهود التي تبذلها مصر في إطار جامعة الدول العربية من أجل العمل على نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان. من جهتها أكد مجلس جامعة الدول العربية ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة وسلامة أراضيه. وشدد مجلس الجامعة في اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين على أهمية العودة السريعة للمسار السلمي والتأسيس لمرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وحذر البيان من خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا، ما يحتم على كافة الأطراف إعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل معا على تهدئة الأوضاع. من جانبه قال نائب مندوب مصر بجامعة الدول العربية الوزير المفوض عبيد الدندراوي إن مصر ستظل مساندة وداعمة لتطلعات الشعب السوداني، وشدد في كلماته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين على أن مصر ستكثف اتصالاتها سعيا لحل الأزمة. تتحسب مصر من خطورة أن يؤدي هذا إلى إهدار ثمار التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من أجل الحرية والتقدم والازدهار، والتي ظلت وتظل مصر ساندة وداعمة له باعتبار أن السودان تمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر سعياً لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية، استناداً لواقع تاريخي وجغرافي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك، وبالرغم من أي اختلافات مرحلية في وجهات النظر حول بعض الأمور، أن مصلحة مصر لا تفترق عن مصلحة السودان، وأن مصلحة السودان تكمن في مصلحة مصر، وأن مصير أبناء وادي النيل هو مصير مشترك نابع من ماضي متشابك. السيد الرئيس، السادة المندوبون الدائمون، السيد الأمين العام المساعد، ختاماً، أكدت مصر وما زالت تؤكد التزامها الأصيل بدعم واستقرار السودان ووحدة أراضيه، وتؤكد على أهمية عدم تدخل أطراف خارجية في الشأن الداخلي السوداني، وتعرب عن تأييدها المتواصل للنموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر. لذا تؤكد مصر على أهمية قيام الأطراف السودانية بتسوية النقاط الخلافية ووضع الحلول السليمة والواجبة التنفيذ للخروج من الأزمة الحالية وضمان عدم تكرارها. وستظل مصر تتابع عن قرب وبشكل مستمر تطورات الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات الثنائية والإقليمية اللازمة لتحقيق ما تقدم، مع الترحيب بقيام جامعة الدول العربية ببذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان في اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة. من جهته قال مندوب السودان بالإنابة بالجامعة العربية السفير الصادق عمر عبد الله إن الجيش السوداني يعتمد استراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة. وخلال تصريحات صحفية عقب الاجتماع الطارئ بالجامعة العربية، أكد المندوب السوداني أن الجامعة العربية شكلت خلال الاجتماع لجنة من السفراء العرب المعتمدين لكي يكونوا على تواصل دائم مع السلطات السودانية وكل الأطراف على الأرض للوصول لحل سلمي للأزمة. القوات المسلحة أصلا منضبطة بطبيعة حالها، وهي وبدليل هسه هي في تصديها لهذه القوة، يعني بتراعي المدنيين أيضا، لأنه هؤلاء أيضا ممكن يكونوا في حماية المدنيين. عشان كده القوات المسلحة مستحيل تهاجم المدنيين عشان هم دول مدسين، فده المقصود، يعني هم الحذر عشان احنا برضو أرواح المدنيين تهمنا كثير. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمادوك إنه يجب وقف الاشتباكات المسلحة في السودان اليوم قبل الغد. أضاف حمادوك أن الأحداث الجارية في السودان زادت من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن السلام هو الخيار الوحيد لحل الأزمة. يجب أن تقف هذه الحرب اليوم قبل غد لإتاحة الفرصة للشعب السوداني بكل مكوناته ليعود لمسار الانتقال الذي بدأ من أكثر ما من 3 سنوات. أيضا لن أمر تكرار، يظل السلام هو الخيار الوحيد المتاح للشعب السوداني لتفادي الانزلاق للحرب الأهلية. كلنا تابعنا
مآلات الحرب الأهلية في مناطق كثيرة من إقليمنا في العالم العربي والأفريقي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، لافتا إلى أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خلال شهر مايو المقبل. من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية وفقا لأجندة الاقتصاد الوطنية. كما ناقش الاجتماع الحوافز المقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ذي الاهتمام العالمي. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث سبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين. وأشار مدبولي إلى أنه سيتم العمل خلال هذه الفترة على تفعيل القرارين الجمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير والمجلس الأعلى للاستثمار. وتم خلال الاجتماع التوافق على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الاستثمارية. كما ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية. خلال الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن مخرجات قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ تضمنت وضع القواعد التشغيلية لبدء تنفيذ آليات المادة السادسة لاتفاق باريس والمتعلقة بآليات الكربون. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه الهيئة المصرية العامة للبترول. ووجه الملا خلال الاجتماع بالمجلس التنفيذي للهيئة بتعظيم وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية مع الالتزام بتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق والاستهلاك والتكامل بين الشركات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات ودعم الشركاء الأجانب، وخاصة فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والإنتاج الذي يعد حجر الزاوية في الأنشطة البترولية. كما لفت الملا لأهمية الإسراع في تطبيق التحول الرقمي. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجا داخل المحافظات المختلفة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين كل من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان. يأتي توقيع بروتوكول التعاون بهدف تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية. وجهت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي التهنئة للشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد. وعلى صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت السيدة انتصار السيسي أن المصريين يضربون في احتفالات عيد القيامة المجيد المثل أو المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، داعية الله في هذه المناسبة أن يديم على مصر الأمن والأمانة والاستقرار. قال البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الدولة تشهد إنجازات عديدة تهدف إلى بناء مجتمع قوي. جاء ذلك خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد، حيث قدم البابا تهنئة للرئيس السيسي والحكومة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك. بنشكر الله من أجل النعم الكثيرة التي يعطيها لنا، نشكر الله من أجل السلام، ونشكر الله من أجل الاستقرار، ونشكر الله من أجل الأمن،
ونشكر الله أيضا من أجل الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية والقيادة السياسية. وهذه الإنجازات إنجازات يمكن النهاردة لا نشعر بقيمتها، ولكن هي للمستقبل الممتد، وهي من أجل مستقبل مصر، مستقبل أبناء مصر. الإنجازات الكبيرة اللي بتتم على أرض مصر كلها من أجل بناء دولة قوية، وبناء مجتمع قوي، وبناء مجتمع يحيا في كرامة وفي مساواة وفي عدل، ويحيا في رفاهية. ومجتمعنا المصري مجتمع كبير، ومصر زي ما بنسميها دايما هي قلب العالم كله. هذا وقد ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المقصية بالكاتدرائية المقراصية بالعباسية قداس عيد القيامة المجيد، وشهدت الكاتدرائية حضورا شعبيا كبيرا للقداس في مظاهر احتفالية بعد انتهاء الصوم الأكبر الذي استمر 55 يوما. دقت الأجراس وانطلقت الترانيم ليبدأ معها قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المقصية بالعباسية، قداس ترأسه البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الأساقفة والكهنة والمسؤولين، لتقام الصلوات وترفع التضرعات وسط أجواء من البهجة والمحبة بين الحاضرين. كل سنة وانتم طيبين، وكل مصر طيبة وفي أحسن صحة، ويا رب دايما نبقى في حال جيد. وطبعا يعني الايام الجميله اللي احنا فيها ديت ما بين عيد القيامه وما بين عيد الفطر، يعني طبعا الكل بيستعد للعيد. كل سنه وانتم طيبين، لان مصر كلها بتحتفل، مش المسيحيين بس هم اللي بيحتفلوا، يعني مصر كلها بتحتفل بعيد القيامه، واحنا بكره نحتفل بعيد الفطر ان شاء الله مع كل المسلمين زي ما مصر بتحتفل باعياد المسيحيين. عيد القيامة المجيد يعد أكبر وأعظم الأعياد المسيحية، لذلك شهدت الكاتدرائية حضورا شعبيا كبيرا لقداس الأحد الذي يتميز بوجود تمثيلية القيامة ومظاهر احتفالية أخرى يستعد لها المسيحيون، خاصة بعد انتهاء الصوم الأكبر الذي استمر 55 يوما وينتهي بأسبوع الآلام وقداس العيد فجر الأحد. عيد القيامة هو بكر الأعياد المسيحية، وهو أكبر عيد عندنا وأهم عيد بنحتفل به بفرح، يعني فرح بيغمر الإنسان من كل جوانبه في كل الألحان والأجراس، وتمثيلية القيامة كلها منبع فرح. مبروك لمصر كلها والمسلمين والمسيحيين، يعني حضرتك شايف احنا في أيام كريمة وأيام مفترجة، احتفالات عيد القيامة المجيد واحتفالات عيد الفطر العشر الأواخر، ويعني ننتظر ليلة القدر كمسلمين، وأيضا احنا في قرب حلول عيد الفطر المبارك. بنقول مصر يعني دي رسالة، أنا بظن إنها رسالة إلهية، إنها دلالة من ربنا سبحانه وتعالى إن المصريين كلنا واحد. عيد القيامة المجيد يتميز بأجوائه المختلفة، حيث تتنوع مظاهر احتفاليات القيامة داخل الكنائس، والتي بدأت من قبل بأسبوع الآلام مرورا بحد الزعف حتى سبت النور الذي يتم فيه على الجانب الآخر ظهور النور المقدس الذي يخرج من قبر السيد المسيح بالقدس. فرحة كبيرة ملأت أرجاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية احتفالا بعيد القيامة المجيد، وذلك بعد انتهاء الجمعة العظيمة وسبت النور، لتتزامن هذه الاحتفالات مع الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك في صورة عظيمة تؤكد أن مصر أرض السلام ومهد الحضارات ومجمع للأديان. محمود جميل، التلفزيون المصري. في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة، شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل إقامة احتفالات للنزلاء بعيد القيامة المجيد وإقامة قداس العيد في دور العبادة المنشأة داخل هذه المراكز لإحياء المناسبات والشعائر الدينية. عند إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل روعي إقامة دور للعبادة كأحد معايير حقوق الإنسان التي تطبقها وزارة الداخلية في إطار المنظومة العقابية الحديثة لتقويم سلوكيات وأحياء المناسبات، وهو ما ظهر جليا هنا في الاحتفال بعيد القيامة المجيد
داخل الكنيسة الموجودة بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، حيث ارتفعت الترانيم وأقيم قداس العيد بحضور رجال الدين المسيحي. إقامة القداس والاحتفالات يأتي بالتزامن مع إحيائها في ربوع الوطن، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في السياسة العقابية. وقد قام وفد من القيادات الأمنية بقطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر بتقديم التهنئة للنزلاء والنزيلات بهذه المناسبة. عيد سعيد علينا جميعا، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإحنا إن شاء الله في عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد القيامة، ربنا يتقبل منا جميعا. كل عام وحضراتكم طيبين، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعبا مسلمين وأخبار. كانت حاجة لفتة جميلة جدا جدا، يعني مشاعر طيبة جدا، ياريت تبين قد إيه يعني المحبة اللي بين كل المصريين مع بعضهم سواء مسيحيين أو مسلمين، مشاعر طيبة جدا. المؤسسة العقبية غيرت فلسفتها، بدل ما هو مجرم وبعاقبه الموضوع بقاش كده، ده بقى مركز تأهيل وإصلاح. أنا في شخص مش عارف يعيش بشكل كريم، فأنا بعيد إصلاح وتأهيله عشان يرجع مفيد لنفسه والأسرته والبلده. كل هدفه بقى أن هنطلع من هنا مواطن صالح، نطلع من هنا حد كويس، وده بقى كل لمسها النزل اللي لمسينها واحنا لمسينها، والاهالي بره برضه لمسينها. فرحة كبيرة بين النزلاء والنزيلات بالعيد وبالنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر بإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وأحد محاور هذه المنظومة إحياء المناسبات والشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لهذا الغرض. أنا هنا في وادي النطرون النهارده، بصراحة الشعائر الدينية والقداس والحاجات اللي مارسناها في الكنيسة هنا بصراحة كانت ما تفرقش عن الشارع خالص، وجم إخواتنا المسلمين عيدوا علينا، الشيوخ جم عيدوا علينا وعيدوا على الأنبا دومدس وعلى أبونا مرقص، وكان بصراحة النهارده كان يوم يعني ما يفرقش حاجة عن الشارع خالص. حاجة كويسة جدا بالنسبة لينا، وحقيقي نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فتح لنا الفرصة دي، وبقول له كل سنة حضرتك طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك. حسينا بصورة جميلة، صورة الوحدة الوطنية، فعلا كلنا إخوة واحدة ويد واحدة، ربنا يباركنا ويحفظنا كلنا واحد ويحفظ مصر وشعب مصر أجمعين، وكل سنة هم طيبين برضو بمناسبة عيد الفطر. كانت في تهنئة وكل الناس بتعيد علينا وبهجة، وهم بيحتفلوا معانا بالعيد ومبسوطين كمان إن عيد الفطر خلال الأسبوع، كمان بيقولوا الأسبوع كله أعياد، ويعني فرحانين، بيقولوا إنه فرحة العيد بتاعكم هتستمر لغاية العيد بتاعنا. احنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس جدا جدا، لأن هو اللي فتح باب الأدمية في معاملة المراكز التأهيل، هو اللي فتح باب إن احنا إن المسجون ما يتعاقبش مرتين، هي عقابه يكفي إن هو يعتجز، لكن دلوقتي الموضوع بقى خرج من إن هو عقابي بقى إصلاحي، الواحد بقى بيفكر إيه الغلط اللي عمله عشان ما يرجعش تاني ليه تاني. منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل تعتمد على تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم وتوفير الرعاية الاجتماعية وإحياء المناسبات الدينية، وهو ما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان. كما شهدت قصدرائية الأنبا شنودة بالغردقة أجواء احتفالية بعيد القيامة المجيد بمشاركة الآلاف، كما رفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ في جميع مدن المحافظة، وذلك من أجل تأمين الاحتفالات. أجواء احتفالية داخل كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة للاحتفال بعيد القيامة المجيد بمشاركة آلاف الأقباط وسط إجراءات أمنية لتأمين الاحتفالات. كل سنة والشعب المسيحي كله بألف خير، ومصر كلها دائما تكون بخير. الأجواء في الكنيسة أجواء كويسة جدا وهادية، وطبعا جو رمضان يعني جو ماشي حلو قوي، صيام مع اخواتنا المسلمين وفرحه مع المسيحيين، فده حاجه بتدي حاجه جميله جدا لمصر. يوم الجمعه كنا كلنا صايمين،
طبعا، وبندعي لمصر ان تكون دايما في سلام وتكون دايما في خير. عدد كبير من الاقباط توافدوا على كاتدرائيه الانبا شنوده في مدينه الغردقه بمحافظه البحر الاحمر، وذلك من اجل حضور قداس عيد القيامه المجيد. التجمع الاطفال، وبعدين في ترانيم، في اذا كان مسرحيه، والحاجه الحلوه بتتوزع، وطبعا بيدخلوا من باب ويطلعوا من باب، فلازم يبقى في نظام، وخصوصا زي النهارده كده يوم بيبقى صعب كده وزحمة جدا، فلازم يكون فيه نظام. وكثفت مديرية البحر الأحمر من تواجدها في محيط الكنائس والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد. أهنى الشعب المصري بخير، وأهنى البابا تادروس، كل سنة وأنتم طيبين، وأهنى اللمبة أليون، الشعب المصري يا رب بخير وكل سنة وأنتم طيبين. احنا فرحانين خالص يعني، والشعب المصري كله بخير وبعيد الفطر وبعيد القيامة، ويعني وعايزين الدنيا تبقى كويسه خالص والدنيا حلوه يعني. كما رفعت محافظه البحر الاحمر حاله الطوارئ في جميع مدن المحافظه تامينا للاحتفالات. افتتح محافظ الاسكندريه محمد الشريف الممشى السياحي للجمهور ومواطني وزائري الاسكندريه، وذلك بمناسبه قدوم اعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك. وأوضح محافظ الإسكندرية أن طول الممشى 150 مترا وعرضه 6 أمتار، وبناء على مطالب مواطني الإسكندرية يتم دراسة مخطط تنفيذ أعمال التوسعة الجديدة لطريق الكورنيش، والتي تتم بطول 4.4 كيلومتر من منطقة المنتزه وحتى المحروسة، لتشمل 5 حارات لكل اتجاه، ويتزامن ذلك مع أعمال الحماية البحرية. انطلقت بمحافظة سوهاج احتفالات العيد القومي للمحافظة، وفي المسرح الروماني بمدينة ناصر وبحضور جماهيري كبير، نظمت وزارة الثقافة احتفالية فنية تم خلالها عرض عدة فقرات فنية وفولكلورية لفرق قصر ثقافة سوهاج الفنية. وتخلى الاحتفال عرضا لنماذج المشروعات القومية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتلك التي يتم افتتاحها خلال الاحتفال بالعيد القومي. بنشارك مع محافظة سوهاج في هذا العرس الفني الذي يتوج ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وهو النهاردة تحديدا عيد سوهاج القومي. بتحتفل المحافظة في المسرح الروماني، وكعادتنا مديرية الشباب والرياضة بنساعد ونؤازر احتفالات المحافظة، وبنشارك بكل شبابنا وفتياتنا بجميع مشاريعنا القومية وجميع أنشطة وزارة الشباب والرياضة، وأفراد وفرق وزارة الشباب والرياضة بتشارك وتؤازر محافظة سوهاج في احتفالاتها بعيد القومي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
انتهت نشرتنا، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. خلال اتصال هاتفي للرئيس السيسي من الرئيس سلفاكير، مصر وجنوب السودان يدعوان للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان ويعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة. الجامعات العربية تشدد على أهمية العودة السريعة للمسار السلمي في السودان وتحذر من خطورة التصعيد العنيف. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والانتهاء من مسوداتها الأولى مايو المقبل وطرحها للنقاش. ختام نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسين.